تساءلت يوما لماذا قد يقتل إنسان إنسانا آخر، أو يقتل شقيق شقيقه، أو ابن أبيه، أو حتى أمه. قد تبرر جريمة من هذا النوع ويعرف دافعها. فورة غضب أو نقص مال أو خلاف على إرث أو ثأر أو خيانة. لكن هل سمعت بإنسان فقد حياته بسبب قاتل لا يعرفه ولم يختلف معه ولم يسبق أن رآه أو سمع صوته حتى، وعن سابق إصرار وتصميم وبدم بارد؟ تلك جريمة سنعرف حكايتها. ما في حدا يقول علميا اليوم انه 100% السلوك الجرمي بيخلق مع الانسان او 100% بيكتسبه الانسان. الطبيعه البشريه معقده لدرجه انه عطول في ناحيتين موجودين لحتى يخلقوا نتيجه يلي بنشوفها، ان كان نتيجه مسالمه او سلوك جرمي. عندك نوعين من القتلة. عندك النوع الأول يلي بيصير معه حالة معينة نفسية بيقتل بعدين بيشوف شو بده يعمل، وعندك الحالة الثانية اللي هي الأخطر، هو يلي بيخطط لجريمته وبالتالي بيكون عارف شو بده يعمل، كيف بده يقتل، والأهم كيف بده يتصرف بعد ما يقتل. هل يختلف القاتل إن قتل شخصاً أو قتل عشرة؟ لعل أخطر أنواع الجرائم هي الجريمة المتسلسلة، هذه الجريمة التي أوجدت ما يعرف بالبروفايلينج في علم الجريمة، أي دراسة سلوكيات المجرم وتحليلها لفهم العقل الجرمي. هل هناك بصمة معينة لكل جريمة؟ هل هناك بصمة للجاني؟ أنا أعتقد أن نعم هناك بصمة، ولكن هناك نسبة غموض لهذه البصمة، فأحياناً تكون غامضة جداً، وهنا يجب الدخول في عدة احتمالات. كلما أصبحت البصمة أكثر وضوحاً كلما قلت الاحتمالات. لا يكاد يمر يوم في لبنان من دون وقوع جريمة أو أكثر. التقارير الأمنية سجلت حصول أكثر من 20 جريمة قتل خلال الأشهر الأخيرة. معدل الجرائم ارتفع بشكل يكاد فيه لبنان ينافس بؤر الجريمة في أمريكا. القضية بيد أجهزة الدولة الأمنية، وهي المطالبة بوقف حازم مما يحصل. فهل هي على قدر هذه المسؤولية؟ عام 2011 هزت لبنان سلسلة جرائم وقعت بالتزامن مع اندلاع الأحداث في سوريا. 11 ضحية سقطوا في منطقة واحدة وخلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر. كل الضحايا رجال، جميعهم قتلوا بذات الطريقة. من خلال خبرتي هذه جريمة كتير قليلة، مش بس بلبنان، بالعالم. هي كانت القضية الأولى، يعني هي هزت لبنان وصار في رابط بينها وبين جرائم ممكن تكون صارت سابقاً، لكن فعلياً هي أول جريمة بهذا الشكل وبهذا النوع تجري على الأراضي اللبنانية. الساعة 10 ليلاً سائق عمومي على خط منطقة الدورة اللبنانية. يستوقفه ركاب الساعات المتأخرة ليقلهم إلى إحدى المناطق خارج مدينة بيروت. المنطقة بعيدة نسبياً، لكنهم يعرضون دفع $50.
لم تكن تمر 10 دقائق حتى طلب أحد الركاب من السائق التوقف جانبا ليقضي حاجته. نجا واعتقده الجنات أنه قتل، هو غاب عن الوعي ولكن الطلق الناري لحسن حظه دخل من الخلف، وبالتالي اعتقدوا أنه إذا دخل من الخلف حتى لو كان في منطقة الرقبة سيموت. عثر على سائق مرميا في أحد الشوارع، كان غارقا في دمائه بعدما أصيب برصاصة خلف الأذن، لكن إصابته لم تكن قاتلة. نقل إلى المستشفى في حالة غيبوبة. في اليوم التالي عثرت القوى الأمنية على سيارة أجرة مركونة إلى جانب الطريق على ساحل المتن الشمالي. كان هناك آثار دماء داخل السيارة، وقد سرقت محتوياتها ومن ضمنها جهاز الراديو. لم تعثر القوى الأمنية على بصمات أو أدلة ترشدهم إلى هوية القاتل. رفعت عينات الدم ليتم تحليلها في المختبر، لكن ما استوقف المحققين هو غياب المرآة الأمامية في السيارة. في هذه الأثناء كان السائق في غيبوبة يرقد بين الحياة والموت. بعد 6 أيام وقعت جريمة جديدة في منطقة مختلفة. الضحية سائق عمومي كان مصابا برصاصة خلف الأذن. الإصابة قاتلة هذه المرة. عثر على الضحية مرمي بإحدى الأزقة وفي طلقة خلف الأذن، هي الطلقة الوحيدة اللي كفيلة بإنهاء حياته. عثر مو على مبلغ قليل من المال، ولم تعثر على أوراق ثبوتية. كان العثور على جثة مجهولة مصابة بطلق ناري، هيك إذا الخبر بالتقرير الأمني. وقت اللي تطلع أنت على هذا الخبر ممكن يمرق مرور الكرام، ممكن تقول أنت أنه في عملية ثأر معينة، في مشاكل خلافات سابقة ممكن تكون هي اللي أدت لارتكاب هذه الجريمة ورمي بهيدا الشكل. يتهيأ للشخص الذي قام بهذه الجريمة أنها منظمة بالشكل، وكل الاحتياطات قد اتخذت لعدم اكتشاف الجاني، وهذا عندما يكون هناك ارتياح من قبل الجاني لهذا الأمر عندها يسهل القيام بالجريمة الثانية. صارت الجريمة الثالثة، سائق عمومي قتل بنفس الطريقة، طلق ناري خلف الأذن، وعثر عليه مرمي بأحد الشوارع الفرعية، والسيارة عثر عليها بمكان آخر. هون صار في ربط إنه نفس الطريقة ونفس الأسلوب، فمعناتها القاتل واحد. تعرف الحساسية الموجودة في لبنان اللي موجودة بالذاكرة الاجتماعية، وقت شخص معين من خلفية معينة يقتل في منطقة تانية بذات لون آخر، دغري بنخاف، يعني بصير عندك نوع من الاستنفار الأكثر إنه تشوف إذا في شيء معين عم بصير ومعك خبره. 3 ضحايا في 6 أيام، سائقان ورصاصة خلف الأذن،
ولا بصمات. احتار المحققون. أداة الجريمة مسدس حربي، غير أن الدافع مجهول. اعتقدوا أنهم أمام عمل إرهابي قد تكون دوافعه طائفية. لا يزال الشاهد الوحيد غارقا في غيبوبته، ولم يحل اللغز من دونه بغياب البصمات. مسرح الجريمة هي الصورة الأولية والأساسية لكل جريمة، يلي منسميها نحن البقعة الناطقة، يعني هي بتخبرنا عن الجريمة يلي نحن بصدد التحقيق فيها. هي فعلياً بتدلنا على كل شيء. أول قوة أمنية أو قضائية تصل إلى مسرح الجريمة، أول شيء يجب عليها حماية مسرح الجريمة. وأنا بحب أقول لك هون إنه الساعات الأولى لاقتراف الجريمة كتير مهمة. إذا هالساعات الأولى تضيعوا قد تفقد أدلة كتير مهمة. الحصيلة لحد الآن 3 ضحايا، فيما لا يزال العجز سيد الموقف. حيرة تسيطر على المحققين. لا أدلة كافية لكشف القاتل، كما لم تعرف دوافعه بعد. ونظراً لأهمية الحالة، تأسست وحدة تحقيق خاصة لمتابعة هذا النوع من الجرائم. عملية مسح مسرح الجريمة بصورة علمية بقوم فيها مكتب الحوادث تابع لقسم المباحث العلمية بالشرطة القضائية. يتم تحديد يعني خصائص الجاني مش من أول مرة مننتقل فيها لمكان الجريمة ومنشوف شو اللي صار، بل من عدة معطيات بتتوفر أثناء التحقيق. بتجي فكرة أولية عنا أنه مين هالأشخاص يلي ممكن يقوموا بهيك عمل، بس هذا ما بيكفي. نحن منتابع تحقيقاتنا منقوم فيها للآخر لحتى نتوصل للأشخاص الفعليين اللي بتثبت عنا بالأدلة الحسية الواقعية إنه هني ارتكبوا هالجرم. نتائج تحليل الحمض النووي لعينات الدم التي رفعت من مسرح الجريمة الأولى بيّنت أنها لأكثر من شخص، فإضافة إلى دم السائق كان هناك دماء مجهول صاحبها. عد هذا الاكتشاف رأس الخيط الذي قد يوصل إلى القاتل، غير أن هذه العينة لن تفيد تحقيق إلا في حال وجود مشتبه فيه، على عكس البصمات التي يمكن لأجهزة الدولة اللبنانية مقارنتها مع قاعدة بيانات قد توصلهم إلى الفاعل. يعني لنقدر نحدد كيف الجريمة صارت بده يكون عنا تقرير طبيب شرعي كامل يتضمن تقريرين. التقرير الأول له علاقة بموقع الجريمة، يعني شو انطباعه كطبيب عن الجثة بموقع الجريمة، والتقرير الثاني بعد تشريح الجثة. لما نشرح الجثة بيبين معنا كتير أشياء. حرص الفاعل على مسح بصماته بعد ارتكاب جريمته. لم يكتفي بذلك، بل كان يعمد إلى إبعاد السيارة عن جثة صاحبها، فقد كان يرمي الجثة في منطقة ويركن سيارات الضحايا في منطقة أخرى. كلما توصل إليه المحققون أنه يقتل برصاصة من الخلف وتحديداً تحت الأذن، فالرابط الوحيد بين الجرائم الثلاث كان رصاصة من عيار واحد رست في رأس كل ضحية. قادت هذه الرصاصة إلى تحديد سلاح الجريمة، مسدس من عيار 7 ملم. بهالمرحلة بعد الانتهاء من مسرح الجريمة هناك عدة خطوات يتخذها القضاء يلي تبين فعليا شو صاير بهالجريمة، من إفادات شهود، من نتائج مختبر، من تحليل اتصالات، من كاميرات موجودة في المكان. كل هول يتم جمعهم إلى الأدلة الأولية التي تم رفعها من مسرح الجريمة، ولكن
المبدأ هو مسرح الجريمة. العلوم الجنائية تقوم على جمع كافة المعطيات المتعلقة بالجريمة، من رفع أدلة وتحليل بيانات إلى دراسة مسرح الجريمة لتحديد سلوكيات القاتل ودوافعه. ذلك يدخلك إلى عقل القاتل، ما يمنحك فرصة التقدم عليه بخطوة قد تكون كافية لإلقاء القبض عليه. حدث الجرمي صار بوقت ليل، ما في شاهد، بدك تعرف الأسباب، الدوافع، يعني بدك ترجع من معلومات محددة تعمل إعادة صناعة لحادثة صارت ما كان في حدا موجود ليخبر شو صار، للوصول مش للحقيقة، خليني أقول لك، لأقرب فيرجن للحقيقة. انت كنت عم تركبي قطعه ورا قطعه قطعه ورا قطعه، وهذا الشيء وقت تكتمل عندك الصوره بتبلشي تشتبه، بيكون بعد بس الاشتباه غير اكيد، وبتصير تحطي عده فرضيات، فهي عمليه بازل، وحقيقه يعني بيكون في جهد فريق عمل متكامل متخصص عم بيتابع، وكل واحد عنده مهمه يقوم فيها تا توصل الى نتيجه. ازدادت القضيه تعقيدا، كان سبب ذلك جنسيات الضحايا، لبناني وسوري وإيراني، كل منهم وجد في منطقة بعيدة نسبياً عن الأخرى، ذلك أبعد فرضية الجريمة العنصرية كما صعب تحديد هوية القاتل. غرق المحققون في بحر من الاحتمالات، ليبقى القاسم المشترك سيارة أجرة ورصاصة خلف الأذن. شخص محترف وهو أذكى من العادة، يعني هو يعرف تقنيات المستعملة، خضع لتدريبات معينة أو عنده معلومات معينة، وبالتالي بيتصرف بشكل حذر، تحرك بمنطقة ما فيها ناس، ما حدا شافه، ما فيها كاميرات، ما بيترك أثار، وكتير صعب واحد ما يترك أثار. لم يعد بوسع المحققين الانتظار، فالأدلة لم تكن كافية لتحديد الفاعل، وعامل الوقت ليس في صالحهم، فكل تأخير يمنح القاتل فرصة جديدة لاقتناص ضحية أخرى. كان لابد من إيجاد طريقة. حاول عناصر التحري تحديد وجهة القاتل بعد تركه سيارات الضحايا في مناطق متباعدة نسبياً. أماكن ركن السيارات بدا كنمط في السلوك الإجرامي للقاتل، فهمه المحققون شيئاً فشيئاً. كان عم يقتل بالدائرة سكنه المباشر، كان عم يعمل دايماً حسابه أنه يرجع ماشي على بيته، فيك تسميها هيدي طريقة القتل تبع الديب، تبع الذئاب تقتل بهيك طريقة، لأنه كانوا عم يلاقوا بعض الأموال بجيوب الضحايا، قالوا أنه ممكن يكون هيدا عمل إرهابي هدفه التخريب بين منطقتين، لأنه هي جاية على منطقة تحد بين منطقة إسلام ومسيحية. وقت اللي طلعوا على هوية الضحايا، الضحايا كانوا مختلطين، ما كانت بتشير أنه لا عمل إرهابي من هيدا النوع. كان القاتل يحرص على أخذ الأوراق الثبوتية من الضحايا لعرقلة التحقيق. وجدت بعض الأموال في جيوب الضحايا، مما أثار استغراب المحققين. هل كان يقتل بدافع السرقة؟ تم الاعتقاد أن هذا الشخص يستهدف سائقي الأجرة، وبالتالي هو يستهدف هؤلاء لسبب معين مرتبط بهوس. هل هذا هو الحال؟ طبياً منه مجنون، يعني شخص مدرك، عارف حاله شو عم بيعمل، محترف، عارف حاله عم بيقتل، عم بيخبي أثار جريمته، عم بينجح إنه يفلت من العقاب وعم يقترف جريمة تانية. هذا شخص خطر على المجتمع. الدخول إلى سيارة إجرة هذا يسمح بمراقبة السائق،
جيدا قبل القيام بالجناية، وأخرج المسدس وأطلق النار من الخلف. كل الجرائم من الخلف. لم يكون هناك اتصال بالعينين بينه، لم يشاهد، لم يواجه الضحية. ليلة 28/9/2011 أضاف القاتل إلى سجله جريمة رابعة. لم يكن قد مر شهر على جريمته الأولى. بدا وقحاً يتصرف بثقة مطلقة، كأن أحداً لن يتمكن من الوصول إليه. يرتكب جريمة تلو الأخرى بجرأة، كأنه يتحدى المحققين. هذه المرة أضيف عنصر النار أيضاً. أحرق القاتل سيارة الضحية. هل أراد إخفاء أي دليل محتمل؟ أم أنه فقط يتلاعب بالمحققين؟ الحرق هو طريقة أنه ما تخلي فيه أدلة للحمض النووي تبعك أو لبصماتك. يعني شخص عم بيخطط، عم بينفذ، وما بعد التنفيذ عم يرجع ينظف المسرح اللي هو يشتغل فيه. ما في عمل بيقوم فيه الإنسان ما بيشعر فيه بمكافأة وبيرجع بيكرره إلا إذا ثابت عن طريق الصدفة. إذا رجع قصداً وعمداً كرره، يعني المرة السابقة كان في مكافأة لإله خارجية أو داخلية. بده يحس بالشعور أكتر، مثل شعور بالإدمان يلي منبلش كمية مواد مخدرة خفيفة وبعدين ما بتعود تعطيني الشيء ذاته، المفعول ذاته، بصير بدي أكبر كمية أكتر، نوعية مختلفة. كل ما ياخد مكافأة كل ما بده مكافأة أكتر. ولكن الغريب أنه أزال الجثة من داخل السيارة ومن ثم أحرق السيارة، وهذا لا يدل على يعني تفكير جنائي متقدم لإخفاء معالم الجريمة. يعني أنت وقت تبلش تحقق بجريمة قتل بتبلش تفتش عن الدافع. شو دافع القاتل ليرتكب جريمته؟ هل هو دافع جنسي؟ دافع مالي؟ دافع سياسي؟ دافع طائفي؟ إرهابي؟ كل هذه الاحتمالات كانت موجودة. أعلنت حال استنفار أمني، أقيمت حواجز التفتيش بحثاً عن المشتبه، لكن من دون جدوى. زاد ذلك من حالة الهلع، ازدادت الحاجة إلى الشاهد القابع في الغيبوبة، كان حبل النجاة الوحيد للمحققين. القاتل لا يزال طليقاً، وكل سائق أجرة هدف محتمل. في هذه الأثناء استيقظ الشاهد الوحيد من غيبوبته ليكشف ما لم يكن متوقعا. المرة الأولى اللي تم تحديد فيها هوية أو الاشتباه بأنه هو القاتل ليس شخص واحد إنما شخصين. هي بعد عملية قتل فاشلة. نجا بمجابهة أحد السائقين العموميين وحكى أنه اللي طلعوا معه شخصين، واحد قاعد قدام والتاني قاعد ورا، وشك أنه هني رح يحاولوا قتله. انتبه أنه أحد الركاب اللي قاعد ورا عم يسحب مسدس، فتعارك هو وياهن وانطلق الطلقة أصابته براسه، بس اعتقدوا أنه قتل، رموه من السيارة وهربوا، وهو عطى أوصاف تشبيهية عن القتل المشتبه فيهم. استوقفه رجلان في الأربعين من العمر، أحدهما أسود الشعر والثاني كستنائي وأشيب. دقائق مرت ليطلب أحد الركاب منه التوقف جانباً ليقضي حاجته. لم يكد يفعل حتى وضع الراكب الخلفي المسدس في رأسه، فيما نزع الراكب الآخر مفتاح السيارة وحاول إنزاله منها.
قاوم السائق فوقع عراك بينهم أدى إلى جرح أحد المعتدين وتطاير دمه داخل السيارة. وأضاف إلى شهادته أنهما سرقا منه مبلغ 900 دولار كان في محفظته مع أوراقه الثبوتية. العلاقة بين الشخصين أمر أساسي في التحقيق. لأنه قد تكون العلاقة بين الاثنين وطبيعة العلاقة تفسر بعض جوانب الجريمة. بأي عملية جرمية بده يكون في قائد وفي في أشخاص تابعين، ممكن يكون في تنسيق مع بعضهم، ولكن دائما بالحياة في شخص دائما بده يدير اللعبة. السائق العمومي الناجي حطوا له 5 أشخاص قدامه، قال لهم هيدا هو. قال هيدا هو اللي طلع معي، وواحد من اللي طلعوا معي وقوسوني براسي، وهو متهم بقضية ثانية. الناجي الشاهد اللي عنا عم بيقول هو. نفس الطول، نفس الجسم، نفس الهيئة. تم توقيف المشتبه فيه على ذمة التحقيق. أخذت عينة من الموقوف لإجراء تحليل الحمض النووي، وذلك لمقارنتها مع عينة الدم التي عثر عليها في مسرح الجريمة. لم تتطابق العينات. اعتقد المحققون أن عينة الدم قد تعود إلى شريكه. استجوب الموقوف لكنه لم يعترف. كان يظن المحققون أنهم قبضوا على أحد القاتلين، لكن في تلك الأثناء جريمة خامسة وقعت فأعادت التحقيق إلى نقطة الصفر. الجريمة برأت الموقوف. وعي قبل ما يقتله، وعي حب يشوف عينيه، وهيدا ما سرقه بالذات. يعني عادة كنا نعتقد أنه هيدا أمور ما بتصير عنا، واللبنانيين انفعاليين، بصير مشكل يعمل حدا مشكل بيقتل حدا، اوكي بتصير، بس هالدرجة من الإجرام ما كنا معودين عليها. أعادت الجريمة الخامسة خلط الأوراق. أربك المحققون بعدما ظنوا أنهم أمسكوا بطرف الخيط. كيف يحدث أن يتعرف الشاهد على القاتل ثم في الوقت نفسه تقع جريمة مشابهة؟ قد لا يقول المتهم أو الموقوف أو الشاهد، قد لا يدلي بإفادة حقيقية، وبنفس الوقت قد لا تكون هذه الإفادة كاذبة. فليس كل ما هو ليس حقيقيا بالضرورة كذب أو مرتبط بنوايا سيئة. ما في حدا بيقدر يوصف الحدث كما هو 100%، حتى شاهد عيان ما بيقدر، لأنه بيكون تحت تأثير انفعالات الشخصية، بيكون عنده تشويش للرؤية الفعلية والواقعية للحدث يلي صار قدامه. كان يطلع يوقفوا على جنب الطريق راكبين، واحد يطلع قدامه والتاني يطلع ورا، خلال الطريق يقولوا له انه لو سمحت على اليمين، بده يقضي حاجته، صفر له بشارع فرعي. فبمجرد ما يصف من دون ما يسألوه، من دون ما يقولوا له ويوجهوا له اي كلمة، منشيل المسدس يحطه من ورا ويطلق الطلقة ورا دينته يطب. بتبلش تحس بالاسلوب تبع المجرم، استهداف سائقي اجرة، المنطقة الجغرافية نفسها، المسدس المستعمل نفسه، واطلاق النار عم بتم من الخلف على الرأس بمستوى الأذن تقريبا. كل مجرم لديه أسلوب، والقاتل المتسلسل هو مجرم لديه أسلوب عمل، وعادة ما بغيره. أو كان في حذر حتى لدى سائقين العموميين انه اللي بيشتغلوا على هذا الخط بهذيك المنطقه، لانه كانوا عم يسمعوا يوم ورا الثاني عم ينقتل شوفير عمومي.
عمت حالة من الهلع. لم تفلح جهود القوى الأمنية في تهدئة الناس، فانتقل المحققون إلى مرحلة جديدة تستند إلى العمل الاستخباري. أحيط أسلوب العمل الجديد بسرية مطلقة بعدما اعتبرت هذه الجرائم بأنها تمس بأمن الدولة. فالقاتلين انتقلا لاستهداف الركاب بعدما كانا يقتنسان السائقين فقط. طورا أسلوب عملهما، أصبحا يقتلان السائق ثم ينتحل أحدهما صفته للبحث عن راكب طريضة. يعني هاي جرائم ممكن تهدد السلم الأهلي بالبلد، يعني هذه جرائم عالية الخطورة، وبالتالي صار في استنفار كتير قوي تنشاف مظبوط يعني شو عم بصير. وبالتالي أنت كمحقق بتاخذ كل الاحتمالات، ما فيك تتأكد إذا هالجرائم عم تحصل بمنطقة جغرافية معينة إنه حدا من ابن هالمنطقة هو اللي عم يتحرك. بكل سهولة من مناطق مفتوحة على بعضها بيقدر شخص يتحرك بأي مكان هو بيلاقيه مناسب لإله. شو كان ممكن انعمل؟ ما كان في أي طريقة تتلافى، لأنه هذا خط عام ممكن يمرق شوفريت عمومي من هيدا المنطقة، وممكن يكونوا جايين من مناطق ثانية ويطلعوا ويكون هو الضحية، لأنه كانوا الضحايا هني عم بيكونوا سائقين عموميين، كانوا عم بيكونوا ركاب. يعني هو بيقتل الشوفير وبياخد السيارة، بيطلع أول راكب بيقتله، بيسرق شو في معه مصاري ويرجع بروح بيكب السيارة بصفها بشي مطرح. كان كل لبنان عم يشتغل ذات الوقت، يعني لا سيما شعبة المعلومات بكل المناطق، الشرطة القضائية بكل المناطق اللبنانية كانت عم تشتغل، ولكن صار في تنسيق بيننا وما بين نقابة سائقين عموميين بالتعاون نحن وياهم. عطونا سيارات وانت عناصر شعبة المعلومات طلعوا بسيارات تاكسي، يعني كان ممكن يتلاقى أي شخص يطلع معهم للشخص، يعني وصل إنه معظم السيارات اللي كانت موجودة بالليل كانوا من عناصر شعبة المعلومات، نقدر نوصلهم بهالطريقة. يعني فاستعملت عدة أساليب تنقدر نوصلهم لهالأشخاص. بلغ عدد الجرائم 9 حتى الآن، غير أن ذلك لم يمنع الأجهزة الأمنية من تحقيق تقدم لافت. تحول المخبرون إلى سائقين عموميين، استبدلوا سيارات الشرطة بسيارات أجرة في خطوة غير مسبوقة، وبعدما فرضوا طوقا أمنيا على منطقة تزيد مساحتها عن 14 كيلومترا مربعا، اشتبه بثلاثة أحياء أخضعوا لرقابة مشددة. أصبح كل مواطن فيهم في دائرة الشبهة بعدما رصدت تحركات مشبوهة ليلاً. يعني أنا لست متأكداً إذا كانت هناك خطة مسبقة وضعها الأشخاص لقتل الضحايا، فقد يكونوا قد صعدوا ببعض التاكسيات ولم يقوموا بأي جريمة. وليست بالضرورة أن كل سيارة أجرة استقلوها قاموا بقتل السائق، ولكن في بعض الأحيان تبين لهم ربما أن الظروف كانت مؤاتية للقيام بالجريمة وقاموا بالجريمة. في 11/12/2011 بدا كأن سلسلة جرائم القتل هذه لن تنتهي. رغم كل الإجراءات الأمنية تمكن القاتلان من ارتكاب جريمة مزدوجة جديدة بطريقة نفسها. هذه المرة قتلا سائقا ثم راكبا اختاره القدر. نفذوا جريمتهم، قتلوا السائق العمومي ورموا على جنب الطريق وأخذوا السيارة. طلع الراكب اللي هو العسكري، طلع ورا، صفوا على اليمين، فهني ورا سحب واحد منهم المسدس وحطه بوجهه، قال له أعطيني كل اللي معك، فقام أعطاهم كل المصاري اللي معه وأعطاهم الهاتف، قال له افتح باب السيارة ودير وجهك على الطريق. دار وجهه أوسه، هو فكر العسكري أنه إذا أنا أعطيتهم شو ما بدهم ومشيت معهم باللي بيقولوا لي إياه رح يتركوني،
بس فعليا هني قتلوا لحتى ما يتركوا دليل عليهم بيحدد هويتهم. فهني قالوا الطريقة الأسهل إنه هيك منسرق منجيب المصاري منجيب مصروفنا ومنقتل ويروح من دون ما نترك دليل، يعني ليه ما نسلب ونفل ويقدر يتعرف علينا بمرحلة لاحقة. فأخذوا طريقة إنه يقتلوا للشخص. صلاحية المحكمة العسكرية تمتد للنظر بالجرائم اللي بيرتكبها أي عسكري بالجيش أو التي ترتكب ضده. صلاحية عنا ساعتها بطال كل المدنيين اللي إنهم علاقة مع العسكري، صار منتابع التحقيقات نحن. وبعدين لصار الخطأ القاتل اللي ارتكبه واحد من المشتبه فيهم ببيع الهاتف المسلوب لأحد الجيران، وهون بلش الخيط. وقت لي الأجهزة الأمنية بيصير عندها معلومات أو معطيات حسب الأصول القانونية، بتطلب وضع شخص أو تحت المراقبة أو تنصت على اتصالاته أو متابعة تحركاته. ابن أحد الجيران أخذ حط خط بالتليفون، فتبين عند الفرع التقني وفرع المعلومات أنه تشغل هذا الرقم. تم تحديد المنطقة، فتبين أنه اللي حامل الرقم هو صبي. تم مراقبته ودوهم وتم توقيف والده، فاعترف الوالد أنه هو اشترى التليفون من فلان فلاني. قصد البيت وتم مداهمته فجرا، وتم توقيف 5 أشقاء. عثر داخل المنزل بقلب فرن الغاز على المسدس اللي هو كانت عم ترتكب فيه الجرائم، ومن هون بلش كرت الصبحة واعترفوا الموقوفين. صفحوا التاكسيات خلف القضبان في إنجاز لفرع المعلومات، ووزير الداخلية مروان شربل شارك في عملية الدهم التي جرت بعد منتصف الليل. أنا اجتمعت أنا وياكم هلأ، لا كنت مبارح مقرر اني احكي عن الامن بصورة عامة بلبنان. كنا عم نتابع قصة كانت شغلت لنا بالنا من تقريبا 4 أو 5 أشهر، وتفاعلت اكتر واكتر من شهر ونص لهلأ. في عنا صار من 4 أشهر 11 عملية قتل، الكل منصابين بروسهم برصاصة واحدة، وفي واحد منه استفدنا من المعلومات تبعه. بس اللي صار انه في واحد منهم انجرح وبقي في دم على السيارة، خدنا الدي ان اي تبع الدم، وتم المداهمة بالساعة تقريبا شي 1:30 بالليل. صدرنا المسدس المستعمل، ضليت لحتى طلعت النتيجة انه نفس القذائف اللي اطلقت على هالاشخاص مستعملين بهالمسدس. الحقيقة حسيت حالي مبارح الساعة 3 بعد نص ليل، حسيت انه قلبي كبر. هنا كان يقطن احدهم في الطبقة الاولى، الشقة مقلوبة رأسا على عقب، يبدو واضحا أن عناصر المعلومات فتشوا محتوياتها بحثا عن أدلة ومستندات. أنا وقت اللي طلعت على بيت المشتبه فيهم بنفس النهار اللي صار فيه عملية الدهم، طلعت لقيت هيك قفص العصافير. صور دينية، أيقونات موجودة. طلع هيك على البيت بتصير تشوف انه كيف ممكن يفكر شخص قاتل 11 ضحية. وبترجع بتفوت انه شو الاسباب، انه هل يعقل انه انت عم تقتل شخص كرمال $50 و$100 اللي هو مبلغ لا يذكر
انه هل في دافع تاني؟ هل هو هي نقمة على المجتمع؟ كلها بتفوت فيها بإطار التحليلات. فور إلقاء القبض تم التحقيق وصار في اعترافات وقالوا كيف كانوا يتحركوا، وعرفنا هون انه عم يتعاطى مع شخصين يلي بيزيد من استثنائية هذه الجريمة. تبين لاحقا ان المرتكب كان برفقة شقيقه وفي جميع الجرائم، وهذا يساعد بتكوين مفهوم اوضح لهذا التخبط بين إثبات الشجاعة والخوف. هل كان الجاني يريد أن يثبت أنه قادر على القيام بهذه الأعمال أمام شقيقه وأمام نفسه بينما كان يقوم بها من الخلف؟ يعني شيء مش مزبوط اللي صار. أنا معي جنسية سويدية ومعه جنسية البولونية، 20 سنة هونيك نحن ما علينا مخالفة سير، فجأة بنصير بعشرين قتيل بلبنان. له مصاري بتاجر بالسيارات، بيعت لعالم سيارات ناس من عنا، وفي وراء وفي إثباتات وأكلوا له حقه. أم صفيهم هودي الشبان، صفيهم. في شخص راح بالغلط صح؟ في عسكري كان موجود مش عارفه، عسكري ما ضرب ايده على مسدس مدري شو صار وقت القصة معه، راح الزلمة بالغلط ما بنعرفه صح؟ انا زلمة بريء ما لي علاقة بشي، بدي انا بريء. لك انا بريء 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 ما علي شي. فور توقيفهما نفى المجرمان ارتكاب اي من الجرائم. تمت مواجهتهما بالأدلة وبعيار المسدس المضبوط في منزلهما، فلم يجد أمامهما خياراً سوى الاعتراف. قدما للمحققين أكثر من المتوقع، كشفا عن جريمة كانت قد سجلت ضد مجهول، فقد سبق أن قتلا سيدة مسنة لسرقة الذهب من منزلها، واعترفا أيضاً بقتل سائق سيارة أجرة وهو سوري الجنسية بسبب غشه لهما بعدما وكله ببيع الذهب المسروق في سوريا. ما فينا بالبروفايلينج انه نأكد 100% انه هذا هو اللي صار، رح نقول هذا الاحتمال الاكبر انه يكون صار. ولا هو قادر انه يقول، وهذه الاصعب، ليش عمل اللي عمله. هالنوع من الأشخاص يا هني مرقوا بتجارب صعبة، يا هني عانوا كتير، صار عندهم غضب على المجتمع، عندهم عدم استقرار، عندهم عدم تكوين صورتهم الذاتية، والصراع مع الذات والاستعداد للقيام بأي عمل من أجل التعويض عن هذا النقص. بس لما بنوصل لهالدرجة شخصين يقبلوا بشكل مرضي مع بعضهم وإخوة من نفس العائلة من نفس المحيط، معناتها أنه نحن هنا قدام حالة مرضية أكيد تحتاج إلى تدخل اختصاصيين ومعالجة. لو صارت قبل يمكن 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 احتمال نكون ما وصلنا لهالشيء اللي وصلنا له. الولايات المتحدة بالسبعينات أنشأوا وحدة يونت، هيدي اليونت هن يلي بلشوا أول جهاز رسمي دولي لإجراء عملية البروفايلينج، وكان أول مجرم متسلسل اسمه تيد باندي يلي من وراء عملوا شيء اسمه بروفايلينج. لتاريخ اليوم لبنان ما عنده هيدا النوع من المجرمين، يعني شوف نحن وين وهن وين، بالوقت يلي نحن أصبح لدينا نفس التقنيات التي يعمل بموجبها مكتب التحقيق الفيدرالي، يعني الـ FBI، نحن عندنا نفس التقنيات. أنا برأيي هني لا منهم سيريال كيلر، لأنهم السيريال كيلرز أو السيريال كيلر يفترض يكون عنده دافع نفسي، ولو تشابهت بالشكل ممكن أنت تطلع على الوهلة الأولى تقول أنهم سيريال كيلر، لأنه نفس الطريقة نفس السلاح
الفئة المستهدفة هي واحدة، يعني ببريطانيا بمرة من المرات كانت الفئة المستهدفة هي العاهرات، هون عنا السائقين العموميين، فصار في ربط منه صحيح، يمكن كتب بالإعلام أنه هن قاتلين متسلسلين، لكن هيدي انشغلت بالإعلام لحتى تعمل تكون عامل جذب وتشويق لحتى تشد الناس ليقروا، بس هي فعليا هن منو سيريال كيلر، هن كانوا عم يقتلوا بدافع السرقة وبدافع المال. التغطية الإعلامية والتشديد على سيريال كيلر أو القاتل التسلسلي هو جزء مما يشجع القاتل التسلسلي على الاستمرار. أنا لا أريد أن أتهم الإعلام، الإعلام يقوم بواجبه وينقل المعلومات المتوفرة، وإذا كان هناك نوع من تسلسل بالجرائم وتعدد وبالتالي يشكل خطر على أمن الناس بشكل عام وأمن المجتمع، يلقي الإعلام ضوء على هذا الجانب، ولكن هذا يجعل من المرتكب هذه الجرائم شخص مشهور ومعروف، وبالتالي هذه الشهرة هي جزء أحياناً جزء من الدوافع الجنائية. في مرة شفت عدد يعني كبير من الأرامل والأشخاص يلي فقدوا أعزاء، أخذت فكرة عن المأساة يلي زرعها هذا القاتل، فسألته للقاتل قلت له كيف عم بتنام، لأن حقيقة أنا ما قدرت يعني هذه الجريمة تقريبا يعني عملت لي يعني ضليت شي شهر عملت لي قلق، ما كنت عم نام منيح، فقلت له كيف عم بتنام، فجوابني عم نام مثل الملك. سنة هونيك نحن ما علينا مخالفة سير، فجأة بنصير 20 قتيل بلبنان.